بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة عن النيزل بوليبس، والنيزل بوليبس هو clinical entity أكتر منها كلام محدد بباثولوجيز معينة. يعني إيه كلمة clinical entity؟ يعني ما يجي لي واحد بنيزل بوليبس أنا أفكر إزاي؟ فالحقيقة أنا عندي very common nasal polyps، ولكن عندي حاجات ما هياش common. فمثلا الallergic nasal polyps هي تعتبر the most common polyps إحنا ممكن نشوفها، وهي دي اللي هنتكلم عليها شوية. في أحيانا عندنا inflammatory polyps بتحصل نتيجة الانفلاميشن، وديت هنتكلم على واحدة منهم بس. الفكرة بس تبقى أنت فاهمها إنه الانفلاميشنز اللي هي السينوسايتس سواء أكيوت أو كرونيك ممكن تعمل polyps. يعني إيه كلمة polyp؟ polyp ديت يعني بدنكيليتد نيزل ميكوزا. يعني إيه؟ يعني أكن النيزل ميكوزا السيرفس بتاعها ورم شوية ثم زاد، يبقى اذا الورمان بيزيد شويه بشويه، زي بالظبط كده ما انت تيجي تهرش في ايدك علشان خاطر انت اتقرصت بناموسه فتلاقي الحته دي ورمت شويه. بس احنا لما بنتكلم على النيزل ميوكوزا دي حاجه مختلفه عن السكين بتاعنا، وبالتالي الاديمه بتبقى زياده شويه. يبقى يعني ايه كلمه بوليب ان جنرال؟ ده معناها بدنكيليشن في الميوكوزا، تحصل نتيجه الالرجي، تحصل نتيجة الانفلاميشن، تحصل نتيجة مثلا ميكسد الرجي وانفلاميشن، تحصل نتيجة الفنجس زي ما خدتها قبل كده، تحصل نتيجة مالجنانت تيومرز، تحصل نتيجة شوية بازوموتر راينيتس او امبالانس. يعني في عندي اسباب كتيرة للبوليبس. فلما يجي لي عيان عنده نيزل بوليبس انا افكر ازاي؟ عشان افكر ازاي هاخد التلاتة الانتيتيز المهمين عندي. اول واحد الالرجيك نيزل بوليبس، هو موضوع بسيط ولكن الفكره بتاعته ان انت تبقى عارفها هي موضوع الالرجيك راينيتس اللي انت خدته مع الدكتور شريف. ارجعه لك بسرعه، اللي هو ايه؟ هي ان البيشنت upon exposure to an offending material زي سموك، داست، كيميكالز، تراب، دخان، صابون، سجاير، روايح، فليت، بيروسول، وات ايفر الاوفندنج ايجنت ده، العيان الرياكشن بتاعه اللي اسمها allergic symptoms اللي هي ايه؟ اللي هي sneezing, itching، مناخيره بتاكله، eye itching، nasal obstruction، headache، watery، rhinorrhea. يبقى دي اسمها allergic symptoms could be associated with allergic بتاع دوت bronchial asthma or allergic conjunctivitis or allergic dermatitis. يبقى هي نفس allergic symptoms. العيان ده بقى بتاع allergic rhinitis لسبب ما، مثلا فور اكزامبل هو بيشتغل مثلا في مصنع او في ورشه بتاعه الدوكو، الاكسبوجر بتاعه للفيومز بتاعه الدوكو دي ليل نهار بقاله سنين، فاول ما راح له كان عنده الرجيك راينايتس ما كانش بيتعالج ومش مهتم. فالنتيجه ان من كتر الرياكشن اوف ذا نيزل ميوكوزا بدات النيزل ميوكوزا يحصل لها ريدندنسي اند ايديما فتعمل البوليبس. في العيان اللي عنده الالرجي وبعدين نتج عنها بوليبس نسميها allergic nasal polyps. الallergic nasal polyps دي بقى عبارة عن redundant ميكوزا نتيجة long standing allergic process وما كانتش بتتعالج كويس. ليه بقى long standing؟ due to the persistence of the cause. لانه الallergic rhinitis الحقيقة في منها انواع، في منها perennial، في منها seasonal، في منها upon exposure للحاجات دي، فده نموذج من النماذج. البوليبس دي اكتر ما بتتكلم في الالرجيك بارت بتتكون في الحته بتاعه الاثمويدز اللي هي نسميها الميدل ميتس، تكبر 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 بقى في كل بقى النيزل ميكوزا. كل ده يحصل في النيزل كافيتي، ثم ممكن يحصل كمان في الساينسز، ماكسيلري فرونتال اثمويدز وات ايفر. يبقى بتبتدي دايما في الحته بتاعه الاثمويدز، لكن ممكن تملى النيزل كافيتي وممكن تملى الساينسز كلها. الساينسز العيان مش هياخد باله منها، لكن في النيزل كافيتي. يبقى اول حاجه هو عنده الالرجيك سيمتومز نفسها الاصليه، كوبي بيست من الالرجيك راينايتس. بعدين النيزل بوليبس دي في اوائل مراحلها صغننه فمش مقصره، تكبر تكبر وتملى النيزل كافيتي فتخلي العيان ده عنده بايلاترال نيزل اوبستراكشن، كومبليت اوبستراكشن. في الاول بسيط لكن بعد كده كل ما تكبر وتملى النيزل كافيتي يبقى عنده ايه؟ بايلاترال كومبليت نيزل اوبستراكشن، لدرجة كمان ان الاودر ما بتوصلش لغاية الالفاكتوري نير فيبقى العيان ده عنده انوزميا. وما تنساش دايما اللي عنده انوزميا عنده loss
of taste. مش قضيتنا دلوقتي. Nasal obstruction ممكن يكون معاها شوية snoring. ممكن تبقى عاملة obstruction كمان الليزو لكن مرضاك تبقى عنده شوية إفيفرا والحاجات دي ما هياش specific للallergic nasal polyp. أي حاجة تعمل bilateral complete nasal obstruction هتلاقي العين ده عنده الكلام ده. ممكن بقى تبقى سوبر ادد براينوساينوسايتس ونلاقي البيكتشر بتاعت راينوساينوسايتس الميكو بيرلنت وبيرلنت ديستشارج والفيفر والهيديك والحاجات دي. يبقى العيان ده عنده ايه؟ عنده بايلاترال الرجيك نيزل سيمتومز، انا اسف الرجيك نيزل سيمتوم وبايلاترال كومبليت نيزل اوبستراكشن. خد بالك من دي بقى، لو حد بيكلمك في التليفون ويقول لك كده انا كان عندي الهيستوري ده ومناخيري مسدوده على الناحيتين، ان اقول له ان انت عندك نيزل بوليبس؟ لا، الحقيقه اشهر حاجه بتعمل البايلاترال نيزل اوبستراكشن هي الهايبرتروفي اوف ذا انفيرور تيربنت. لو رجعتها لورا اللي هي تعتبر اكرونيك فورم نون سبيسيفيك راينايت، وكان سببها الرئيسي هناك الالرجيك بروسيس الانتريتد. يبقى لو واحد كلمني في التليفون وقال لي انا عندي الالرجيك سيمبتومز بايلاترال نيزل اوبستراكشن، مش معناه انه عنده بوليبس، قد تكون التيربنس كبير. عشان كده لازم الاكزامينشن بقى مهم. والاكزامينشن ده يبين لنا ايه؟ بص كده، ده هنا الانفيرور تيربنت، الميدل تيربنت واللاترال وول. بص عندي بوليب، قد تكون واحدة اتنين تلاتة اربعة خمسة، غالبا اكتر من واحدة. بيبقوا احيانا عاملين زي عنقود العنب، سموث السيرفس بتاعها، سموث جليسنينج، بتلمع نتيجة الريفليكشن اوف لايت. احيانا لونها بيل، احيانا بتبقى بلوش شوية نتيجة ان الارج بتعمل بلوش ميكوزا اهي، وبتبقى بدانكيليتد يعني ليها بيديكل كده صغيرة ما هياش وايد بيز. تمام كده؟ احيانا من كتر ما هي كبيره تخلي النيزل بريدج يوسع شويه. حلو؟ طيب بص اكزامبل تاني كده اهو، احيانا بتبقى كبيره لدرجه ان هتلاقيها ماليه النيزل كافيتي. طب هقول لك على حاجه بس ما عنديش صوره ليها للاسف، ممكن تبقى مدلدله من مناخير العيان. تخيل يفضل العيان سايب القصه تلاقي مناخيره مدلدله بوليبس وهو ماشي بيها. ده حقيقي والله بكلمك الكلام ده. بص هنا كده الميدل تيربنت وادي الاثمويدز، وفي واحده اثنين ثلاثه، ممكن يكون في فوق هنا وهنا. كل ده مين؟ كل ده الميدل ميتس. لاترال 2 ده ميدل تيربنت اهي في الحته بتاعه الاثمويدز. طبعا هنا في المرحله دي ما تبقاش عامله نيزل اوبستراكشن، ده لسه يا دوبك ماليه الميتس، مش ماليه النيزل كافيتي. وفي هنا ورا كمان اهو، وفي هنا اهو، وفي هنا اهو. لكن لو مالت الحته دي ورجعت مالت النيزل كافيتي، ده اللي بتعمل البايلاترال نيزل بروس نيزل اوبستراكشن. بص هنا دي اهي، دي الميدل تيربنت برضو، وهنا اهي بيل بلو ليسننج اهي في الميدل ميتس، يبقى دي لسه برضو مش عامله نيزل اوبستراكشن. تمام كده؟ طيب هل في حاجه سيميلر ليها؟ اهي دي بوليبس برضو ماليه النيزل كافيتي. هل في حاجه لو انا شفت هذا الكلام الاقيه بالظبط كده؟ الحقيقه لا، برضو يلخبطني مع حاجات تانية مهمة جدا لازم انت تبقى عارف. زي ايه بقى مثلا؟ من اشهر الحاجات اللي تعمل بيها كوبي القصة دي هو الجرانيولوما. ايه هي الجرانيولوما؟ لو نرجع لورا نفتكر، كان عندي مين؟ كان عندي الالرجيك، كان عندي الراينوسكليروما. لو انتوا فاكرين الراينوسكليروما كان بتعمل نوديولز، والنوديولز دي تملى النيزل كافيتي وكانت تبقى بايلاترال، اللي هي كرونيك سبيسيفيك جرانيولوما لو فاكرينها، وكانت كوبي بيست من المنظر ده. الفرق ان هناك اسمها سوفت تيشو، هنا اسمها بوليبس. طب ايه الفرق؟ هنا سموث وجليسنينج، هناك بتبقى فليشي ولونها محمر شويه، هنا بتبقى بتلمع، هناك ما بتبقاش ما بتعملش ريفليكشن باللايت. ومع ذلك من اشهر الحاجات ان انا لو فحصت المريض لقيت عنده سوفت تيشو ماس على الناحيتين، ان انا افكر في الجرانيولوما اللي هي اشهرها الراينوسكليروما. وبالتالي انا ممكن الخبط من الاثنين، ومن احسن الناس ممكن تلخبط ما بين اثنين، حتى الدكاتره اللي هم السبيشاليزد في الانف والاذن. في حاجه ثانيه هناخدها كمان شويه اسمها الرجيك فانجل ساينوسايتس، اصبر عليها شويه صغيرين واشرحها. وبالتالي انا اشخص ازاي عشان اعرف افرق؟ من اهم الحاجات اللي انا اعملها هنا سي تي سكان. السي تي سكان هيفرق ولا مش هيفرق؟ بص الكلام ده، ده سي تي سكان بارانيزال ساينس، وده كلام ده في الانتيرو بارت مبين لي الاوربت والاي جلوب، هنا في البوستيرو بارت مبين الاوبتيك نيرف بس. هنا بقى ادي النيزل كافيتي وادي النيزل سيبتوم اهو،
وادي الروف اوف ذا نوز، ودي الاثمويدز، ودي الانفيريور تربنت، ماكسيلري ساينس يمين وشمال. لو تاخد بالك هوموجينس اوباسيتي، كلمه هوموجينس يعني شبه بعض خالص، ماليه كل الساينسز على الناحيتين والاثمويدز والنيزل كافيتي، يا دوبك حته فيها هواء صغير. طب هنا لو بوستيرور شويه، هنا البوستيرور اثمويد، وادي الاوربت، وادي الاوربت، وادي روف اوف ذا نوز، ادي الفوفيا اثمويداليس، بقيه الاثمويدز، ادي الماكسيلري ساينس، وادي الاوبننج بتاعته حتى واسعه جدا الاوبننج بتاعته، والنيزل كافيتي مليان سوفت تيشو ماس، وادي حبه هواء صغيرين تحت الانفيريور تربنت. احنا عندنا بقى حاجه كلينيكال معروفه، انه لو لقيت بان ساينس يعني في كل ساينس هوموجينس اوباستي بهذا الكلام، دي معناها الرجيك نيزل بولبس. لكن لو انت سالتني كلام نظري قلت لي ار يو كوايت شور، اقول لك لا طبعا. لكن انا عشان من كتر خبرتنا بقينا عارفين ان المنظر ده بتاع كده. ليه؟ لان ما فيش منظر تاني في اي باثولوجي في النوز بيعمل نفس البيكتشر دي. لكن هل تقول لي لا انت تحلف والله العظيم؟ انا احلف لكن انت لا. طب ما انا اتاكد ازاي؟ بايوبسي لحسن تطلع راينوس كليروما. طب هو الراينوس كليروما بتملى النيزل كافيتي والاثمويدز والساينسز كلها؟ الحقيقه لا، ده دوبك بتملى النيزل كافيتي بس. وبالتالي انا لو شفت اعرف افرق الاثنين. لكن على مستواك انت تقول لي السي تي سكان يكفيني في الدايجنوزس، لكن لو انا خايف ان دي تطلع سكليروما يبقى لازم البايوس. طب لو هي الرجيك ممكن تعمل لي اللاب تيست بتوع الالرجي، الاميونوجلوبولين جي و الخ. الحقيقه براكتيكال سبيكينج ما بنحتاجهمش، لكن لو انت عايز تاكد ان هو عنده الرجيك راينايتس، ايوه. طيب نعالجه ازاي؟ ايه العلاقه بقى؟ نشوف. انا عايز تاخد القصه دي ان كومباريزون بالالرجيك راينايتس. العيان بتاع الالرجيك راينايتس انت بتاخد القصه جراديوال، بتدي له انتي هيستامينكس، وممكن تدي له كمان نيزل سبراي انتي هيستامينكس او كورتيكوستيرويدز، والعيان ده غالبا بيتحسن. لكن هنا بقى، هنا ما يملوش حل تاني، ما ينفعش ابتدي بالحاجات التراديشنال، لازم كورتيكوستيرويدز، لازم كورتيكوستيرويدز. ليه؟ هو مش هيتحسن غير على الكورتيكوستيرويدز، ايذر سيستميك او حتى اورال. سيستميك انا اسف يعني انجكشن اقصد بيها، او حتى اورال. انا شخصيا ما بحبش الانجكشن قوي لانه ليه بعض المشاكل. ومهم جدا عشان تدي كورتيكوستيرويدز، ما لازم تعرف هو العيان ده عنده كونترا انديكيشن الكورتيكوستيرويدز ولا لا. حد يعرف كونترا انديكيشن الكورتيكوستيرويدز؟ انت ما تديش كورتيكوستيرويد؟ حد يقدر يقول لي؟ دايبيتس صح، دايبيتس صح. ايه كمان؟ حاجه تانية مهمه جدا لازم نبقى عارفينها، في ثلاث اربع حاجات كده فيري كومن لازم يتحفظوا صم مهما كنا بنشتغل ايه في حياتنا، بيزك نوليدج. الاوستيوبروزس صح، وان كان الاوستيوبروزس ده ما هو بيعمل بس بعد فتره طويله، لكن مش هو ده الاساس. انا مستني حاجه ثانيه فيري كومن، الهايبرتنشن طبعا. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. في كمان حاجه ثانيه مشهوره جدا عند الناس، ها في العين، وانتوا خدتوا الرمد، انا شاورت لك على العين اهو. ها الكاتر، لا مش الكاتراك، ها ده انا افتكرت هتقول يا ست شيمان. الكاتراك از نوت ا كونترا انديكيشن، والكورتيكوستيرويدز ما بيعملش كاتراك. الجلوكوما طبعا، طبعا الجلوكوما لازم اسال العين واتاكد. حاجه في المعده ايه هي؟ ما يبقاش عنده بيبتيك السر او لايبيليتي في البيبتيك السر. يبقى الحاجات دي اشمعنى دول اللي انا باكد عليهم؟ عشان هم دول ان براكتيكال لايف مشهورين جدا عند الناس. يبقى لو العيان عنده كورتيكوستيرويد انا هنا بتزنق مش عارف اديله، لكن هو العلاج الاساسي الكورتيكوستيرويد السيستم، الكورتيكوستيرويدز مش اللوكال يعني مش سبراي زي بتاع الالرجيك راينايتس. طيب نفرض ان العيان عنده الكونترا انديكيشن ديت، هل ينفع ان انا اديله؟ الحقيقه مش على مستواك انت، الحقيقه احنا بندي بس اندر كنترول، بدي له دوز مثلا وبقيس البلاد بريشر واقيس الدايبيتس البلاد شوجر واشوف العيان ماشي ازاي، بس هو غصب عننا لازم. طب ليه لازم؟ هقول لك حالا كمان شويه. ممكن بقى معاه اسوشيتد انتي هيستامينكس تساعد، ممكن معاه لوكال كورتيكوستيرويد سبراي يساعد، لان انت هتبخ على البولب مش على النيزل ميكوزا. معاه اسوشيتد انفكشن تدي انتي بيوتكس صح. طيب احنا لو ادينا الكورتيكوستيرويدز العيانين بيخفوا دراماتيك، دراماتيك لدرجه ان انت ممكن البيكتشر دي اللي هي بتاعه السي تي سكان اس فجاه ما تلاقيهاش، تلاقي العيان ده كومبليتلي نورمال ساينسز. تخيلوا
ما فيهوش جنس حاجه. ايه البوليبس دي فين؟ وفاكر من شويه ان انا قلت لك بيبقى بوليبس مدلدله من مناخيره كده فجاه ما عندوش حاجه خالص. تبص ايه ده، هو ده نفس العيان انا شفته بعد مثلا 10 15 يوم يختفي. يبقى ده معناها ان الستيرويدز، خد بالك من الكلمه دي، ساحره. بس العيب العيان لو اديته مثلا حقنه او بتاع، هو من دماغه بعدها بكام شهر يلاقي نفسه تعبان، يروح ياخد لوحده من غير ما تعمل له انت حاجه. تمام كده؟ طيب فعشان كده ده لازم يبقى اندر كنترول من الدكتور. حلو. طب لو ما ينفعش ساعتها بنعمل عمليه اللي انتوا خدتوها مع الدكتور سامح، اندوسكوبيك ساينس سيرجري. ايه الهدف؟ اشيل البوليبس من النيزل ميكوزا، من النيزل كافيتي، وبعدين اروح داخل على الماكسيلري ساينس اشيل من جوه اسمها ميدل ميتر انتروستوم، وبعدين اروح داخل على الاثنويدز انتيرون بوستيرو اثنويدكتو عشان اشيل كل البوليبس اللي موجوده دي. لو عملت العيان الحاله دي العيان هيبقى كويس؟ ايوه هيبقى كويس جدا. بس عيبها فين؟ عيبها ان هو عنده بيرسيستنس اوف ذا كوز. هو بيشتغل بتاع دوك هيفضل بتاع دوك، بيشتغل في محطه بنزين هيفضل بتاع محطه بنزين، هيشتغل مثلا في القطن هيرجع بتاع قطن. وبالتالي شويه صغيرين ديو تو بيرسيستنس اوف ذا كوز هيحصل ريكرنس 50%. وبالتالي انت بقى تعمل العيان ده عمليه ولا تدي له كورتيكوستيرويدز؟ يبقى الاحسن انك تدي له كورتيكوستيرويدز انليس ما انتش عارف تعمل له الكلام ده، او اديت الكورتيكوستيرويدز وما جابتش نتيجه، انت مضطر تعمل له عمليه وانت بتفهمه كويس جدا ان ريكرنس فيري هاي. هل ممكن بقى اشيل حته بوليبس بس من المناخير كده؟ ممكن، بس ده الحقيقه مش هيعمل حاجه، لان ده كمان اسبوع هترجع تاني تكبر تاني. فده احيانا بقى الدنيا بايظه، لا انت عارف تعمل له عمليه ولا عارف تدي له علاج، فمضطر ان انت كل شويه تشيل له حته بوليب في ذا اوفيس بلوكال اناثيزيا كده خفيفه عشان تفتح له بس اير واي، لكن انت ما بتعالجش العيان ده مباشره. نروح على الحته الثانيه اسمها انتروكوانال بوليب. الفكره ان انا بيبقى عندي هنا لسبب احنا لغايه النهارده مش عارفينه، انفلاميشن، كرونيك انفلاميشن في الاوبننج بتاعه الماكسيلري ساينس في الاوبننج، فالميكوزا تكبر وتعمل ريدندنسي برضه، يبقى دي اسمها ايه؟ برضه ريدندنت ميكوزا. بس ده هنا نتيجه ايه؟ نتيجه كرونيك انفلاميشن، يعني ساينسايتس متكرره. فتعمل لي حته بوليب صغيره تكبر، والغريبه جدا 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 ان هي تكبر في الاتجاه بتاع النيزوفارينكس، تكبر تملى النيزوفارينكس، تكبر لدرجه ان هي تقع في الاوروفارينكس ورا السوفت بالت، وممكن تكبر لدرجه توصل لغايه اللارينكس وتخنق المريض. فدي اسمها ايه؟ اسمها انتروكوانال. انترو يعني جاي من ماكسيلري انتروم، من هو من الماكسيلري ساينس، يعني احنا بنسميه انتروم تو ذا بوستيرور كوانا، فعشان كده سموها انتروكوانال بوليب. وتيبيكال بتحصل من الماكسيلري ساينس، فيري 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 رير تحصل اثمويد، فيري رير تحصل فرونتال او تحصل اسفينويد، وتنزل برضو لغايه الايه البوستيرور كوانا لسبب احنا مش عارفينه لغايه النهارده. سببها ايه؟ سببها ان في كرونيك انفلاميشن، لكن ليه البيهيفير ده؟ احنا مش عارفين البيهيفير ده ليه. يبقى ده نوع من انواع الايه؟ الانفلاميشن. تمام كده؟ طيب بصوا شايفين الصوره دي كده؟ ادي الانفيرور تربنت، ادي الانفيرور تربنت، وادي اهي الميكوز، انا اسف ده الميدل تربنت، وادي السوفت تيشو ماس الكبير قوي ده. طيب العيان ده بيشتكي من ايه؟ بص سوفت بالت اليوفيلا واهي نازله من وراه. العيان ده يشتكي من ايه؟ بص سوفت بالت وادي البوليب نازله من وراه. تفتكر يشتكي من ايه؟ في الاساس يونيلاترال نيزل اوبستراكشن، وطبعا معاه شويه ديستشارج. لو وصلت لغايه النيزوفارينكس ومالت ووقعت ورا السوفت بالت، يبقى عنده ايه؟ بايلاترال نيزل اوبستراكشن. وعشان في ديستشارج بتلاقي معاه شويه ميكويد نيزل ديستشارج، وبيبقى عنده شويه سنورنج ونيزل تون. هناخد فكره النيزل تون دي ليتر اون في اخر الفارينكس ان شاء الله. يبقى انا عنده ايه؟ يونيلاترال او بايلاترال نيزل اوبستراكشن. هو انا كده عرفت عنده ايه؟ لو هو بيقول لي بالتليفون لا مجاز عنده شويه راينايتس ساينسايتس بتاع، يبقى لازم الاكزامينيشن. فالاكزامينيشن هيبين لي الدنيا عامله ازاي. اهي بالمنظر ده مثلا سوفت بالت، سوفت بالت وتحتيه بوليب كده، او يبينه لي بالمنظر ده حاجه بوليب، والبوليب دي سوفت جليسنينج بيل، واحده بس على فكره مش اكتر من واحده، وماليه الدنيا. طب خارجه من المجزري ساينس ولا لا؟ لا ما بيبليش كلينيك ان هي خارجه من المجزري ساينس، عشان كده لازم اعمل سي تي سكان. طيب عملت سي تي سكان للعيان، لقيت عنده ايه؟ لقيت عنده هوموجينس اوباستي يونيلاترال، مفيش حاجه الناحيه الثانيه، ادي اثمويد وادي ماكسيلري وادي ميدل تربنت وانفيلو تربنت. اهي برضو دي مش معناها ما بتفهمنيش حاجه، هوموجينس اوباستي في الماكسيلري وفي الاثمويد.
ورحت عامل اكزل سي تي، بص بقى اللي حصل، السوفت تيشو شادو اهو خارج من الاوبننج بتاعت الماكسيلاري ساينس، وهو هو نفس السوفت تيشو شادو ماشي في الاتجاه بتاع النيزوفارينكس هما النيزوفارينكس، وهو هيبدا يقفل الناحيه الثانيه. البيهيفير الوحيد، المنظر الوحيد اللي عندنا في النوز بيعمل هذا البيهيفير هو الانتروكوانال بوليب، وبالتالي السي تي سكان خلاص دايجنوستيك، ما يلخبطنيش مع اي حاجه ثانيه. لكن لو مش باينه قوي وملخبطنا، يبقى ساعتها لازم حاجه زي كده، مش باينه ما اعرفش، يبقى لازم البايوبسي لاحسن تطلع انفيرتد بابيلوما زي مع التيومرز، لاحسن تطلع مالجنت تيومر اذر بيناين او مالجنت تيومر سكليروما جرانيولوما لسه في اولها ما وصلتش لغايه الناحيه الثانيه. تمام، هنا بقى البوليبس دي ملهاش حل ميديكال. صحيح احنا قلنا كرونيك انفكشن، لكن ملهاش حل ميديكال، لازم تتشال باندوسكوبيك ساينس سيرجري برضو. اللي انا هخش اشيل البوليب وبعدين اروح داخل جوه الماكسيلاري انترم، اروح شايل البوليب اللي جوه الماكسيلاري انترم، ولكن وارد ان يحصل ريكرنس، ودي كلمه اسمعها وفوتها، لانه سبب القصه انفلاميشن مش عارفين ده ليه حصل، فمش قادرين نوقفه، فوارد ان يحصل ريكرنس. عشان كده لو حصل ريكرنس اشيل بقى ايه كل الميكوزا بتاعه الماكسيلاري ساينس عشان ما يحصلش منها ريكرنس تاني. ودي احيانا بيسموها راديكال انترم اوبريشن، او بيسموها كالدو لوك، بيعملوها بفتحه عند الانتير وول اوف ذا ماكسيلاري ساينس من هنا من تحت الشفايف. وبالتالي هل بيحصل؟ بيحصل ريكرنس بس نسبته قليله، لكن ده واجب. طيب نروح بقى، اهي دي واحده بوليب متشاله، شايفين عاملين ازاي؟ واحيانا بتبقى كبيره قوي على فكره. نروح بقى لانتيتي صغننه، لان انت خدتها قبل كده بس عشان الديفرنشال دايجنوزس، اسمها اليرجيك فانجل بوليب. بص بقى الفكره، انه الالرجيك نيزل بوليبس كوبي بيست من الالرجيك فانجل ساينوسايتس او الالرجيك نيزل فانجل بوليبس. ايه الفرق؟ انت خدت الفانجل ساينوسايتس، الفرق ان العيان ده بيبقى عنده فانجس قاعد، بالذات الاسبرجلوزيس قاعد دخل من الهواء، قاعد جوه الماكسيلاري او جوه النوز، فالمناخير الميكوزا بتاعتها عملت رياكشن مش للسيركمستانسز اللي حوالينا، الرجيك للفانجل كونتنت اللي قاعد جوه النوز، وبالتالي هو فيري لوكال ديزيز، ما هوش الرجيك لاين، الرجيك سيمتومز في الجسم على بعضها. فيري لوكال ديزيز يعني حصل الرجيك سيمتومز او الرجيك رياكشن نتيجه وجود الفانجس ده، على هيئه برضه ريدندنسي في الميكوزا، فالتيبيكال هو الالرجيك نيزل بوليبس. بس بص هنا كده بقى، شايف البنوته الصغننه دي؟ شايف شكلها كان عامل ازاي؟ بص البرودنج اوف ذا نيزل بريدج، من كتر بقى الفانجس هو بيكبر بيقعد يعمل ايروجن في البونز اللي حواليه نتيجه الكومبريشن، لكن مش بينهشها. الكومبريشن كومبريشن كومبريشن بيكتر اكتر بقى، اثمويد يروح ضاغط على اللامنيا بابريشيا يخش جوه الاوربت، يضغط على الروف اوف ذا سكال هناك عند السفنوي ساينس ويخش جوه السكال، بس ده حاجه ضعيفه ما تقدرش تاكل الديوره، ياكل البون بتاعه الماكسيلاري ساينس، وبالتالي هو مش بيعمل ايروجن، هو بيعمل راذر كومبريشن. ادي بوليبس بوليبس بوليبس، انا ما اقدرش افرقها عن الالرجيك نيزل بوليبس. عشان كده بنعمل ايه بقى للعيان؟ بنعمل له سي تي سكان. ايه الفرق؟ ادي اهو ده عند مرحله الاسفينويد ساينس اهو، نلاقي في حتت لونها ابيض في السي تي، وده بيسموه موتلينج ابييرنس، ما هوش هوموجينس اوباستي زي السي تي اللي احنا شفناه هناك قبل كده. شايفين لايرز 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 ازاي؟ بص كمان الصوره دي اهي، درجه انه مالي اثمويد ودخل جوه الاوربت، شايف دخل جوه الاوربت وفي حتت بيضه 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 اهي، ده كالسيفيكيشن بيبقى موجود جوه الفانجس ده. خلاص دي اسمها ايه بقى؟ مش الرجيك نيزل بوليبس، الرجيك فانجل ساينوسايتس. والحاله ديت كوبي بيست من العيان بتاع الرجيك نيزل بوليبس، بس نفرقهم ما بينهم وبين بعض بالسي تي. شايف العينه دخلت هنا جوه الاوربت، درجه عامله للحاله ايه؟ عامله لها بروبتوزس اهو، من كتر ما هي داخله جوه الاوربت. تمام، بص شايف الفرونتال ساينس هنا عامل ازاي مثلا، شايف هنا داخل جوه الاوربت ازاي، شايل هنا داخل جوه الكرينيوم ازاي انترا كرينيوم، شايف هنا داخل جوه الاوربت ازاي، وادي اهو لون مختلف، ده ما اسموش بقى هوموجينس اوباستي، اسمه هيتروجينس اوباستي. تمام، طيب ده يتعالج ازاي؟ هو هو نفس الكلام، بس هنا بقى ما ينفعش ادي سيستميك ستيرويد، لازم اشيل الفانجس. يبقى ده هنا مباشره مفيش سيستميك ستيرويد، ففي ايه مر في اندوسكوبيك ساينس سيرجي، بشيل البوليبس، بس مش ده التارجت، ان انا اشيل الفانجس نفسه اللي موجود في المناخير وارجع ادي للعيان ده لوكال ستيرويدز، مش محتاجه سيستميك ستيرويدز، ده لازم. عشان كده اللي يجي لي عنده الرجيك نيزل بوليبس اقول له لا استنى انا هعمل لك سي تي عشان اعرف هو ده الرجيك نيزل بوليبس ولا ده الرجيك فانجل ساينوسايتس،
نيزال بوليبس ده كورتيكوستيرويدز بالاساس، وبعدين لو ما خفش سيرجري. اما الرجيك فانجل ساينوسايتس ده بالاساس سيرجري، لازم تشيل البوليبس والفانجل كونتنت وبعدين تدي لوكال كورتيكوستيرويد سبراي. اتفقنا؟ That's all for today. لا thank you. واحنا هنوقف ونخرج وبعدين